طيب بسم الله، احنا كده عرفنا في الفيديو اللي فات فوائد الفيرتشواليزيشن وعيوبه وهكذا. طب عايزين بقى نشوف ازاي احول جهازي الفيزيكال واخليه يشتغل ببيئه الفيرتشواليزيشن. طيب قال لك سيادتك عشان تتحول لبيئه الفيرتشواليزيشن محتاج حاجه اسمها هايبر فايزر. خد بالك عشان ما تتلخبطش، محتاجين حاجه اختراع اسمه هايبر فايزر. هو ده اللي هنقدر نحول بيه الفيزيكال لفيرشوال، فمحتاجين هايبر فايزر. عشان يبقى عندنا هايبر فايزر، شركه في ام وير عملت لك برنامج اسمه في ام وير ورك ستيشن، وعملت كمان اللي هو الاي اس اكس اي. يعني ده حل ايه؟ حل شركه في ام وير عشان توفر لك هايبر فايزر. شركه مايكروسوفت بقى عملت برنامج وسميته على اسم الهايبر فايزر، سميته هايبر ايه؟ هايبر في، نسبة إليها الهايبر فايزر. طيب شركة سيتريكس عملت ايه؟ زين سيرفر. خد بالك مايكروسوفت تحديدا، مايكروسوفت ما عملتش بس هايبر في، هايبر في ده يعتبر احدث حاجة عملها مايكروسوفت، هايبر في. لكن في حاجة قديمة كانت عاملاها اسمها فيرتشوال بي سي، انا كنت بشتغل عليه زمان، ده فيرتشوال بي سي ده عباره عن برنامج بيعمل لي هايبر فايزر، وكان الفيرتشوال بي سي ده بينزل على اكس بي وبينزل على 7، تمام. لكن طبعا الاقوى منه طبعا هو ايه، حتى كنت تلاقي في حاجات كثيره متشابهه ما بين الهايبر بي والفيرتشوال ايه والفيرتشوال بي سي، تمام. هتلاقيه حتى موجود على فكره في الماتيريال، يعني لو دخلت كده في الماتيريال كورسز ودخلت في ام سي اس اي تولز فيرتشواليزيشن بروجرام، بص يا سيدي مايكروسوفت فيرتشوال بي سي 2007. ناس كتيره كانت زمان بتشرح على العلى ده بدل الفي ام وير، اتسطب جوه الويندوز زيه زي الفي ام وير، تمام. لكن التطور بتاعه طبعا والاقوى هو الهايبر ايه، الهايبر في. كل دول عشان يبقى عندنا حاجه اسمها ايه، هايبر فايزر، او ساعات بيسموا الهايبر فايزر ده بلاتفورم. بعدين بقى هاتها في ايدي، بيسموا ده ايه؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ هو ده بقى اللي هينزل على الجهاز وتقدر من خلاله تقطعه الحتت لحتت، وكل حته بقى تنزل عليها نظام التشغيل. الهايبر فايزر ده بقى في منه نوعين، في منه تايب 1 وفي منه تايب 2. تعال نشوف بقى الانواع دي. نبدا بالنوع اللي هو تايب 2. تايب 2 ده هيبقى، بص خليني انزل دي تحت شويه كده، ده هيبقى الهاردوير بتاعك، ده الهاردوير بتاعك. طب انا عايز احوله للفيرتشواليزيشن صح كده؟ يبقى محتاج ايه؟ هايبر فايزر. وتعالى نتكلم دلوقتي على انهي نوع، تايب 2. قال لك للاسف تايب 2 ده ما بيعرفش يتعامل مباشره مع الهاردوير، ما يعرفش، لابد يكون فيه ايه؟ فوق الهاردوير في نظام تشغيل، وبعدين جوه نظام التشغيل تسطب الهايبر فايزر اللي هو تايب كام؟ تايب 2. وبعدين يبدا الهايبر فايزر تايب 2 ده هو اللي يقطع لك ايه؟ يقطع لك ال
اذا لابد يكون في وسيط ما بين هايبرفايزر تايب 2 ما بين مين؟ ما بين الهارد اللي هو مين؟ الاوبريتنج سيستم. مثال على كده الفي ام وير ورك ستيشن. في ام وير ورك ستيشن ده عباره عن ايه؟ انا بنزل الويندوز بتاعي ادي الهاردوير بتاعي انزل عليه مثلا ايه اكس بي 7 8 10 وبعدين جواه اسطب بيها الفي ام وير اللي هو انهي نوع ورك ستيشن. يوم ايه اللي يحصل؟ يوم جاي هو عامل لي انستول لهايبرفايزر من نوع تايب 2. لابد لابد ان ده يتعامل مع ده وده هو اللي يتعامل مع الهاردوير وده بقى يبدا يقطع لك الماشين بتاعتك. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انت مثلا لو عندك فيرتشوال ماشين هنا عليها اكس بي لابد عشان الفي ام دي تشتغل الفي ام دي تشتغل النظام التشغيلي الرئيسي يشتغل وبعدين الهايبر فايزر تايب 2 يشتغل وبعد كده اكس بي دي تبدا ايه؟ عمري ما اقدر اشغل فيرتشوال ماشين الا اذا كان نظام التشغيل الرئيسي ها شغال الاول. هو ده الوسيط ما بين الهاردوير وما بين الهايبر فايزر. طبعا انا كده ايه كده الدنيا هتبقى قبط على فكره. غير بقى تايب 1. بص بقى يا سيدي تايب 1 ايه وضعه وده الاقوى وده الاسرع. ان انا هيبقى عندي الهاردوير بتاعي وينزل عليه انت كده انا مش محتاج لايه الاوبريتنج سيستم وينزل عليه مباشره الهايبر فايزر اللي هو طيب كام بقى؟ طيب 1 طيب 1 انت كده ممكن تستغنى عن نظام التشغيل لان ده بينتر اكت مباشره مع الهاردوير وبعدين تبدا من خلال ده تقطع الجهاز بتاعك وده اللي مثال عليه عمل اللي هو مين حضرتك اللي برضو عاملاها شركة تقوم جاي منزل على الهاردوير مو مش محتاج بقى تنزل نظام تشغيل تمام ومن خلاله تقطع. طبعا هنا التعامل دايركت هيبقى مش محتاج نظام تشغيل خالص. سؤال بقى تفتكر الهايبر في هيبقى تايب 1 ولا تايب 2؟ لا ايه رايك بقى ان الهايبر في تايب 1 لعلمك تايب 1 اسرع من ايه؟ اسرع من تايب 2 لان انت حطيت هنا لاير زياده طبقه زياده اللي هي نظام التشغيل وهو الوسيط فلو ده فيه مشكله هتبقى فيه ازمه. ايه رايك بقى ان الهايبر في ده تايب 1 مش تايب 2 بس انت بتعمل له مانج من خلال نظام التشغيل بتاعنا اللي هو الويندوز سيرفر. يعني ايه؟ بص يا سيدي لو انا عندي جهازي الرئيسي اهو انا منزل جواه ايه 2012 يبقى بص هرجع انا للرسمه بتاعتي ادي نظام التشغيل بتاعي اللي هو مثلا 2012 او 2016 وبعدين انا باجي وانا جوه ال 2012 2016 اعمل ايه؟ اسطب الهايبر في. انت فاكر ان الهايبر في لما بتسطبه بيبقى معتمد على 2012 2016؟ لا ده بينزل بالتوازي جنبه. لا كده افهم ان ما احتاج 2012 2016 ده مجرد واجهه توصلك لده مش اكتر. يعني في سيديهات تفصل مش تفصل انا ممكن يبقى عندي نسخه من الهايبر في تنزل دايركت مباشره على الهاردوير وده الطبيعي وده اللي بنعمله. ادي الهايبر في اهو هو مباشرة الهاردوير اهو فاضي اقوم جاي منزله دايركت. مش محتاج اوبريتنج سيستم شغال نفسه كده هو نظام متكامل هو تايب 1 ده مش محتاج حاجه عشان تبقى وسيطه ما بينه وما بين الهاردوير. بس احنا بنعمل ايه وانا جوه ال 2012 بسطبه فبينزل جنبه ما بينزلش جواه وهو يتعامل مباشره مع الهاردوير. طب لو عايز اعمل له مانج ده مجرد وسيله تتفرج منها على الهايبر فايزر ده وتعمل له مانج. يعني انا لما ان شاء الله اسطب واجي افتحه انا بس ال 2012 ايه لازمته هنا؟ ان انا افتح منه الهايبر في. لكن في حقيقه الامر الهايبر في مش معتمد على
الى 2012 2016. تمام. هو بس ايه واجهة. انا سطبته من خلاله بس مش اكتر، عشان كده الهايبر في في التعامل هيبقى اسرع من الفي ام وير وورك ستيشن، بس مش هيبقى اسرع من مين، هيبقى زي مين بقى؟ الاس اكس ار شبهه. وصلت؟ انت عارف الكلام ده معنى ايه؟ لو سي مثلا عندي الهايبر فايزل ده عملت جواه ماشين اكس بي، وده جواه ماشين 7، وده جواه ماشين 2008، وده جواه ماشين 2003، وده جواه ماشين 2012. بص الجهاز هو بيشتغل بيعمل ايه؟ مش بيعمل لودنج للنظام التشغيلي بس، انت هنا كانك منزل على الجهاز بتاعك هايبر فايزر، وكانك منزل نظام، عارف كده ايه اللي بيحصل؟ الجهاز هو بيشتغل بيعمل لودنج للهايبر فايزر وللسيرفر الاثنين مع بعض. ساعات احنا بقى جوه الهايبر في بقول له ايه؟ بقول لك ايه يا هايبر في، انا عايزك والجهاز بيشتغل تشغل اوتوماتيك نسخه ويندوز 7، يعني تشتغل مع تشغيل الايه؟ الجهاز، بحيث انت لو طفيت الجهاز وشغلته اما تشغله تاني تفتح الهايبر في تلاقي شغاله. انت عارف انت ممكن كده طالما ده تايب 1 اللي يحصل تشغل جهازك ويكون انت من غير ما انت تحس، يكون الهايبر فايزر اشتغل وويندوز 7 اشتغلت وفتحت ولسه مين بيفتح؟ ال 2012 لسه بيفتح، لان هو بيشتغل بالتوازي معاها ده، فده عقبال ما عمل لودنج ومش عارف ده لودنج بسرعه، ويندوز 7 اسرع من 2012 ففتح بسرعه. بس طبعا مش هتقدر تتفرج عليه وتشوفه مفتوح الا لما ده ايه يخلص، لان ده الواجهه اللي بتفرجك على مين؟ بتفرجك على ده. وصلت ولا وصلتش؟ لكن هنا بقى في تايب 2 لابد، لو انت مثلا عندك ماشين عايزها تفتح مع البدايه لابد نظام التشغيل يفتح الاول وبعدين يتعمل لود ليها للهايبر فايزر اللي جواه كاحد الابلكيشن نازله جوه الاوبريتنج سيستم وبعدين تشتغل بقى هذه الفيرتشوال ماشين. وصلت؟ عشان كده لو انت ناوي تسطب هايبر فايزر من نوع تايب 1، تايب 1 اللي هو بيتعامل مع الهاردوير مباشره، لابد ان السي بي يو بتاعك يبقى بيدعم خاصيه اسمها فيرتشواليزيشن. تكنولوجي اتكلمنا عليها في بدايه الكورس بس هرجعها لك تاني. فيرتشواليزيشن تكنولوجي عباره عن تقنيه في البروسيسور بتخليه يقدر يتعامل مع الهايبر فايزر اللي هو تايب كام؟ تايب 1. لو سيادتك البروسيسور بتاعك لا يدعم هذه الخاصيه يبقى انت مش هتقدر تسطب اي هايبر فايزر من نوع تايب 1، بس ممكن تسطب هايبر فايزر من نوع ايه؟ تايب 2. تمام كده؟ فعشان كده انت ممكن تيجي على جهازك ده تسطب عليه الفي ام وير تلاقيه تسطب زي الفل واشتغل معاك، لكن تيجي تسطب عليه هايبر في يطلع لك رساله مشهور ويقول لك ان في مشكله في الفيرتشواليزيشن. بسبب ايه حضرتك؟ بسبب ان انت ما عندكش خاصيه الفيرتشواليزيشن تكنولوجي. طب انا اعرف ازاي اذا كان البروسيسور بتاعي بيدعم الفيرتشواليزيشن تكنولوجي ولا لا؟ اقول لك بص اطمن، كل البروسيسورات اللي بتنزل السوق دلوقتي بتدعم البي تي كور اي 3 وكور، كل ده بيدعم ايه؟ حاجه اسمها في تي تكنولوجي. بس احيانا ممكن يكون بيدعمها بس معمول لها على جهازك ديسيبل، تحتاج ان انت تدخل في البايوس تعمل. عشان كده اول خطوه هنعملها قبل ما نسطب حضرتك الايه الهايبر في نخش نعمل لها انيبل. لو تفتكر في بدايه الكورس عملنا لها انيبل. طب بص، لو انت شغال على الفي ام وير يبقى محتاج هذه الخاصيه في حاجه؟ خلاص مش محتاج. بس بص، لو انت هتنزل جوه الفي ام وير في ام مايا وهتحط جواها ويندوز 64 بت، ويندوز 64 مش 32، لابد عشان ال 64 بت ده يشتغل معاك يكون برضو البروسيسور بيدعم الفي تي. اذا لو انت البروسيسور بتاعك لا يدعم الفي تي تنزل في ام وير زي الفل، تقطعه الفي ام مات زي الفل، بس تشغل جواه اي نسخه ويندوز بس تكون 32 بت، لكن 64 ما تشتغلش معايا. تمام كده؟ طب هنا سواء بقى هتنزل 32 64 اصلا الهايبر في مش هيتسطب معاك الا اذا كان فيه الفي تي البي تكنولوجي. عايزين بقى نشوف ازاي اعرف هي البي تي تكنولوجي
enabled عندي ولا disabled, supported ولا مش supported. في برامج تعرفك الكلام ده, او ممكن تخش في البايوس تدور عليه. انا عشان ما نحتاجش نراستر الجهاز دلوقتي, واخد سكرين شوت من اجهزه وهي داخله في البايوس. تعالى بقى نخش فين, خش بقى في الادفانسد فيرتشواليزيشن. احنا عايزين ايه؟ فيرتشواليزيشن, اهي الفيرتشواليزيشن تكنولوجي. بص يا سيدي في البايوس فيرتشواليزيشن تكنولوجي, ها تتاكد ان هي انيبل هنا في البايوس انت الفيرتشواليزيشن تكنولوجي. خلي بالك الديفولت ان هي بتيجي ديسيبل, يعني انت لو شاري لابتوب جديد بتبقى مقفوله باي ديفولت, لازم انت تفتحها بنفسك. تمام, هنا فيرتشواليزيشن تكنولوجي. في حاجه برضه اسمها في تي دي, دي بتحسن اداء الفيرتشواليزيشن, برضه تعمل لها انيبل. تمام كده, شايف الثلاثه دول اعمل لهم انيبل اول ما تشوفهم. حاجه اسمها دب, وحاجه اسمها دي, كلها حاجات بتحسن اداء الفيرتشواليزيشن. تمام كده, خلي الهايبر فايزر يشتغل بكفاءه اعلى. بص دي رساله ايرور اهي, بيقول لي ان الجهاز بتاعك لا يدعم الفي تي. فين هنا؟ ده برنامج اسمه انتل بروسيسور ايدنتيفيكيشن يوتيليتي, بتفتحه يقول لك خلي بالك انتل مالها يس بيدعم البروسيسور. خش بقى انت اتاكد من البايوس اذا كان معمول لها انيبل ولا ديسيبل. طب بص في تول هنا صغيره اسمها سكيورابل, دبل كليك عليها. فيرتشواليزيشن تكنولوجي شغاله ولا مش شغاله, موجوده ولا مش موجوده يس. تمام كده, في التول الثانيه اللي هي انتل دي اللي انا وريتك الصوره منها, ممكن تسطبها برضو لو عايز. في ايه تاني هنا؟ بص التقنيه دي في مايكروسوفت, في انتل اسمها فيرتشواليزيشن تكنولوجي, سواء اكس او دي تحسين ليها لهذه التقنيه. في الاي ام دي لو انت شغال على بروسيسور اسمها ايه, ام دي في او ام دي في اي, فايا كان المهم اي حاجه فيها فيرتشواليزيشن اعمل لها ايه, انيبل, عشان الهايبر فايزر تايب 1 وتايب 2 يشتغلوا معانا كويس. بس هي لازم اساسيه ريكوايرد في تايب 1, في تايب 2 عرفنا امتى تبقى محتاجه. احنا كده خلاص اطمنا ان الجهاز ده شغال عليه البي بي تي تكنولوجي. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب نوقف الفيديو ده على كده ونشوف فيديو جديد.